المسيح، ازاي كانت الحد الفاصل اللي وصلت ليه وقررت انك انت بعد ما تريد هذا الدين وتأتي الى نور المسيح؟ اتفضل. أيوة، الدين المسيح هو الدين المحبة، يعني أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم. أما الإسلام فهو يقول إذا لاقيتم، يقول في كتاب القرآن الشيطان، كتاب الشيطان الذي كتبه الصعلوك محمد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باسم الشيطان الإسلام الرجيم، يقول إذا لقي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الكفار، يعني أهل الكتاب المقدس، فضربوا الرقاب وقطع البنان، يعني قتلوا كذلك الأصابع وقتل. يعني في الإسلام ليس هناك إلا القتل، وهتك عرض طفل عائشة وجوز الرضاعية، تصور حتى الرضاعة لازالت كحلو تجوزونها في السعودية، يعني وحتى في أفغانستان وباكستان، فهناك تجارة القاصرين، يعني الغلمان، يعني كل تاجر، يعني هناك تجارة للقاصرين، يعني الغلمان في باكستان وأفغانستان لا زال، وكل تاجر لديه 3000 قاصر، يعني غلمان، يعني ذكور، يعني أطفال ذكور قاصرين يتاجروا في الزينف، يعني الشواذ شدود، وكذلك الرقص في أفغانستان باكستان في ظل رعاية الإسلام، وكذلك حتى رعاية الشرطة في باكستان وأفغانستان.